سمع قاعد اقرب وش اخبارك تمام جديدكم اليوم مقطع ايش مقطع اليوم ميمز لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل زر الصندوق تابعوا عليها كام تابعنا على سناب شات وصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وليتس جو نبدا المقطع يا ما صارت يا ما صار بس الحين خلاص اذا كنت تسلمها تطلع كف واحد يصن اذنك اخيرا شفته عصير كلاب عصير كلاب هذا اعطيني كلب خلاص يا عيال طراد يا اني احبه طراد كلب الاسد ليش طراد حياه الكلاب صعبه انك بوحكي بس لا تعودينها والله يا ان زبدت تزبيد ابن الذين يا انا لحالي جناوي روحي جناوي يا من ادم خاقشا يا دي كانت اكبر كراش لي بالحياه طبعا انا كنت صغير كنت مره صغير مره بزر يا بس ما تحسون انك كبرت اكثر من اي شيء في الحياه هم العيله ذي كبرت مره كثير اسمع استنى رجع لنا ذاكرت نزل عيسى وقف استغفر الله العظيم استغفر بالصدق يعني عشان الدين الحق يعني اكيد راح يسب مع المسلمين وبعدين ثاني مره لعاد تركب ورا اركب قدام ليش اخر مخالفه اخذتها لاني مو حاطك في كرسي اطفال يا عيال جليل ذا مبدع بدا اخر 4-5 حلقات من مسلسل من هو ولدنا الجزء الثاني مبدع فدع ابوك اشترى لك سياره عمك شوي ياتي الاختلاط شوي ياتي الميانه شوي تاتي التكيه شوي ياتي البارتي شوي والله عادي زملاء عمل ها صدق حقيقه ماني خ عمي ذبحتني ترى مرتين ابوي يقول لي خلاص خذ السياره وخلاص عمي يقول لا جديد مني عمي حبيب قلبي ابوك قمز الله ما لا شمادة بس راس تقل اصبع شو استغل هاي عسكرية ابو بناصر على هنود الله يهديك بالطريقة الصحيحة بس ايش هذا؟ ايامك سعيدة كل عام انت بخير العايدين صحة وسلامة ان شاء الله يا رب نشوفك عريس ان شاء الله هاي يعني عندنا اياها يعني مثلا نعيد نقول ان شاء الله عيد الجاي فرحانين بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على الربع النبي ما شاء الله تبارك هذا شكله اكل منها بارك الله يا ذكر الله ما شاء الله هذه عيشه تلموديه ما شاء الله ابويا انا راسب تدخن لا يا ولد عبد الله شو وضع المز اللي كرت معاك امس يا ولد والله يا جيده ابويا تكلم بنات ابويا هدي لا تعصب انا من المعصب
خلاص ارحمه. اوه من الحمد لله ما عاد حيسرق من بطاقتك. ايش؟ كم اخذت من بطاقتي؟ اخذت بس 5. الاف. ابوي بالله سامحني لوجه الله. ان شاء الله ان شاء الله. والله لحم طيب ابو عبد الله. هذا لحم ولدي عبد الله ما شاء الله. هذا اللحم جايبه عبد الله؟ لا لا لا، هذا حرفيا لحم ولدي عبد الله ضحيت فيه. طويل مره بس انه جيد. انت شايف ان دي حاجه لو شنك طلع مع صحابك تتنفسوا من اصطادك بس سمكه؟ ما فكرتش انك بتحرمهم من عيالهم؟ ايه رايك اصطاد امك دلوقتي؟ الموضوع ما طلعش مسلم من عندك مش كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه في ايه؟ زوجة صاحبي مالها؟ نطحها فور وماتت. فيك الخير والله. رايح تعزيه؟ لا. امال تعرف فيه؟ راح اشتري الثور. يلا بسم الله افتح بطنه. المبدع محمد شايف افتح بطنه. ايش يا دكتور انا لسه ما تنوم. هذا اللي ما حسبنا حسابه. عافية يا شيخ تفرج معنا. عافية يا عمي. دكتور انت بالله كيف اعطوك الشهادة؟ والله انا متخرج عن بعد. بالله حتى انا زيك. حتى انا زيك. يعني كلنا متخرجين عن بعد وحنسوي العملية؟ لا احنا اللي بنسوي العملية لا تسوي. احس اني حشيل الكلى. ما كلية مين؟ دقيقة انا عندي حصة في الكلى. شيل الحصة بس. هو فين الكلية اصلا؟ ماني عارف. والله انا كنت نايم في حصة الكلى. اوه يعني زيي ها. طب بالله اذا ما تعرفوا سيبوا بطني في حاله وخلوني اروح. والله وبس عملية وحاس اني بشيل الكلية ما ادري ايش رايكم يا حبيبي. قاعد تصور ايش؟ دقيقة. ما عليك هذا قرب الفصل. يلا انتظرك دكتور. ايش رايك نبدا؟ لاني شفت دبانه دخل. يا عمي هي جات على الدبانه. يا عمي انا حموت هذا ما عارف فين الكلي. بس 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 لقيتها هي. متاكد؟ ايوه اكيد اكيد. ما عليك بس ثواني. في اعتقد على اليمين. لا هذا الرياء. طب هذا كليته سود. هذا دخن ولا تدخن انت ولا ايش؟ هذا الرياء يا اخي. ما يرد. اكيد ما يرد الادم يميت. والله بس الحبيب ودع الملاعب وهذه رئته. بالله اللي يقدر يفيدنا هو يدخن ولا انا صراحه. هذا الرياء بسرعه نرجع يا اخي. والله شكله. بالله انتوا ايش رايكم؟ قولوا لي بالله. يا عمي يا قراد القرود. لما يكون ابو دكتور لغه عربيه وشفتنا مع يا لبود اليهود يا نكهه الاسود يا فسوه السود يا ضرطه في السجود يا عدما في وجود. تم نقل المصابه العافيه. هني قاعد ينقلون المريض شغلهم على قدم وساء. لو مخلينا يموت احسن. وين لعبوا في يويو؟ الخمر فوائد. من ضمن فوائد الخمر يمحو حب الشباب ويصفي البشرة ويجعل الجسم فتول ويحرق المعدة ويحرق الكلى ويحرق في قبرك ويحرق في الآخرة. يا عدو والله. يا ولدي أنا بس دحج عليه تقاروش فش على جسمي يعني. أوه والله والله يا إنا لعبت فيه اللعب. مسك دبانة. يا أخي يا أخي إيش أقول إيش أقول؟ خضيعت الأماكن في العالم كله اللي جيت تجلس هنا يا أخي. ان الله يبترها. لا نعم. عطاء دعوه. الله لا يستجيب. بنات اتمنى ارجع الساعه 4 فجر زي الشباب. الشباب بال 4 فجر. واحد هاي مره واحده بنحطها هون بنشوف شو بصير فيها. شو صار فيها؟ غير قاتل. غير. ليش؟ وهاي المرة الثانية حطيناها هون نفس النوعية شو صارت؟ طاشت على المي. أي مرة بتختار؟ أوه مثال هذا بجنن. الواقعة. الله ينعم الشرفة. الواقعة ضد الواقعة. إذا بنعرف إذا حمزة نايم ولا قاعد الحين يبين معنا. راح نرفع إيده. حلو. إذا نزلت يعني قاعد. إذا ظلت فوق يعني شنو؟ نايم. يعني نايم. شوف. ظلت فوق. لا نايم نايم حمزة. من أول محاولة. صلبت. ينفج على أبوك. أبوي ما له دخل. آسف آسف. يا أخي اللي يسبون لما يدخلون يا أخي من الأصل أنت ليش تدخل؟ تدخل عشان تسبوري عند اسف. ما
في وسعة؟ ما في وسعة، انصرفي من هون. شو شباب كنا فيش وسعة؟ في في يلا روح روح يلا روح صدق يا عمر اصلا يلا اطلع 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 شوفوا المهم اني تسكر الباب المهم تسكر الباب بحضن بعضكم عادي روح طالعة يا ام بيجر ذان انت اكبر شيء في الحياة انت ما في شيء اكبر انت اكبر من الحوت الازرق يا رجال طار نرجع حق الاخباري الغرز مبسوط يا عيال So I just saw a kid crying because he lost 100 pounds. So I gave him 15 pounds from the 100 pounds that I found. See, yeah, when God blesses you, you have to bless others. كلام منطقي وصحيح 100%. يعني الله عطاه فلوس الرجال فما يبي يقصر من اي ناحيه ومن اي طرف الرجال كفو شنب. نصاب. حبكم I love you so much. إلى هنا وصلت الحلقة أتسألكم واشتراك وسبتم جدا في صندوق أستطبعون عليه كام تابعوني أستبع تصلى على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم إيش هذا ما أدري أنا الحين بصور مقطع تيك توك بلكي يا رب لحقني بصور مقطع تيك توك فسلام اللي